حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال البنك المركزي في العراق إنه وفر 5 عملات بديلة عن الدولار ليستخدمها التجار في شراء بضائعهم من الدول الأخرى مستعملين عملة كل بلد من خلال المصرف. وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد إن البنك وفر اليورو واليوان الصيني والليرة التركية والدرهم الإماراتي والروبية الهندية للتجار بديلاً عن الدولار. بلغت مبيعات البنك المركزي الإجمالية من الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي أكثر من 1 مليار دولار. حذر خبراء اقتصاديون من جشع بعض التجار في شهر رمضان، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة لمنع ارتفاع الأسعار مع اقتراب الشهر الفضيل. تشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء إلى 23,000 دينار، فيما ارتفعت أسعار الأسماك إلى 10,000 دينار للكيلوغرام الواحد. نظم عدد من المخلصين الجمركيين أمام ساحة الترحيب في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة وقفة احتجاجية على فرض الحكومة نظام الأتمتة بسبب الإشكاليات التي تحيط بها به. قال المخلصون إن النظام الجديد يحتوي على إشكاليات تمنعهم من التعامل معه، معتبرين النظام غير آمن باعتبار أن الشركات جاءت من خارج العراق، بالإضافة إلى عدم وجود الإنترنت، كما وأشاروا إلى أنهم خلال محاولاتهم إدخال البيانات تتم قراءتها على أنها غير آمنة. وأضافوا أيضاً أن المعاملات الورقية كانت تنجز خلال 2 ساعة، أما الآن فباتت المعاملة الإلكترونية تتأخر يوماً كاملاً، ما يؤدي إلى تكدس البضائع وتعطل العمل. قال عضو مجلس البصرة حيدر المرياني إن المحافظة أصبحت طاردة للمستثمرين وتعتمد على بعض الشركات دون غيرها في العمل. وأضاف المرياني أنه يجب التوجه لإعمار البصرة من خلال الاستثمار وكذلك فتح فرص عمل من خلال ذلك، مبينا أنه ستتم متابعة كل تفاصيل هيئة الاستثمار بعد الانتهاء من متابعة مكتب التشغيل وجدليته في البصرة. قالت وزارة النفط في العراق إن مجموع الصادرات النفطية لشهر كانون الثاني الماضي بلغت أكثر من 100 مليون برميل. ووفقاً للإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، فإن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 103 ملايين برميل، حيث بلغت الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق 100 ومليوني برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة 1 مليون برميل. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.